الله، انا عايزه اقول لكم ان التيم كله اكل في الطبقان دي وجبناها لهم على طول. من يوم ورايح لسه على استوديو اطباق بلاستيك. لا لا، احنا لازم بنحب ناكل صحي، البلاستيك مش صحي. سليم، بتعملي حاجات في البيت كده تنظيف ولا مالكيش في الموضوع ده؟ ساعات 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 لما بيبقى عندك وقت. انا بحب شغل البيت وبحب المطبخ. بحب اطبخ وهالحركات دي. جميله. مش بتلبس الجلوفز؟ مظبوط، شكلها ملاش في الموضوع ده خالص. لا الجوانتي مش ظابط معانا. لا نحن اذا اروى اذا حطينا الصابون هون وين نشطف؟ في نفس ده يعني، هو كله ولا يلا يا جماعه هنبتدي. انا لسه ما قلتش ابتدوا. يلا هنبتدي. سيرين على طول عايزه تكسب. يلا ابتدي. بس انا بجهز. انتوا واحد اثنين ثلاثه، نبتدي المسابقه. لا لا لا، انا النظافه دي ما تنفعنيش. حطيها هنا. ايوه كده. يلا جميله. حلو قوي ده. ايه ده؟ عايزه طبيب بس واحد تاني. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. سيرين يلا اساعدك. ده ما بيتغسلش يا رب. جميله. سيرين يعني سيرين ما شاء الله سريعه جدا في الموضوع ده. ورق قد ايه قدامنا وقت يا جماعه؟ هيدا شو؟ يا نهار ابيض. سيرين متقدمة لحد دلوقتي في المسابقة دي. ايوه سيرين واضح انك شاطرة في شغل البيت جدا. يلا يا جميلة. يلا يا جميلة. يلا انت بجد هتسيبيها تكسبي. يلا قدم على وقت يا جماعة. أربعة خلصت الجيم وانا مش هتكلم عن النتيجه، النتيجه بتتكلم عن نفسها. انا سرقتك ولا لا يا جماعه؟ انا ما اتجوزنيش لسه. يلا خلصت الجيم وانا قررت اتجوز سيرين عبد المنعم. خليتيها تكسب خالص. خليتيها تكسب خالص في الموضوع ده. انا كنت قصده. انت كنت قصده فين بس؟ ما كان كله كان باين. كله كان باين يا شيخ. برافو، تحيه ليهم الاثنين يا جماعه.